السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. اتمنى الفيديو اللي فات يكون واضح معاكم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله نبدا اول مرحله ان احنا بنفصص في اجزاء او كومبوننتس في الداتا وير هاوس موديلنج، بمعنى ان احنا دلوقتي هناخد التايب الاول من الدايمنشنز بتاعتنا. اول تايب هنا اسمه ايه؟ اسمه الكونفورمد دايمنشن. وزي ما قلنا قبل كده ان كل تايب من التايبس اللي بنقولها ممكن تلاقي له اسماء مختلفه. طيب التايب ده من اكتر التايبس المنتشره واسهل تايب موجود عندنا كلها. إيه ليه؟ لان هو اي داتابيز او اي داتابيز يكون فيها الكونسيبت بتاع انك انت يكون عندك دايمنشن ده ليه اي دي، الاي دي ده هو ثابت في كل حاجه. طيب نبدا نشرح ايه هو الكونفيرم دايمنشن. الديفينيشن بتاعه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدايمنشن اللي هو ايدنتيكال وهو عنده نفس المعنى اكروس ميني فاك تيبل. طيب هل ده ليه احنا حاطين هنا same meaning across many fact tables؟ لان احنا هنشوف بعد شويه ان احنا هيبقى عندنا dimension تاني بس بيبقى ليه different meaning باختلاف الفاك تيبل. طيب الكونفورمد هنا معناه ايه؟ معناه ان ال dimension id ده او ال id بتاع التيبل ده هو بيبقى واحد نفس المعنى بتاعه لكل التيبلز. اوكي؟ طيب وبيستخدم في different areas of data warehouse. طيب ناخد مثال، اشهر مثال في الكونفورمد دايمنشن هو ايه؟ هو الديت از كي. طيب تعالوا ناخد اكزامبل هنا. الديت هنا عباره عن ايه؟ تخيل انا عندي تيبل، التيبل ده فيه ديت مثلا زي ديت اي دي، والديت ده جواه الديت نفسه فورمات، نفترض مثلا 20/12/2020 مثلا، وعندنا الشهر شهر 12، عندنا مثلا يوم الاسبوع مثلا يوم السبت، نفترض ان جواه التفاصيل بتاعته او ليه. تعالى احنا ممكن نرجع هنا سنه في الاكزامبل اللي احنا كنا حاطينه في السلايدز اللي فاتت اللي هو بتاع الكالندر هنا. انا رجعت الاكزامبل عشان اشرح لكم المثال ده. حلو، في الكالندر هنا في الدايمنشن هنا كان عندنا هنا الاي دي، والاي دي دهوت هو ايه؟ هو اي دي جينيريك، ممكن مثلا 1 2 3 4 5، هو ما بيعبرش عن اي حاجه. تمام، الاي دي بتاع الديت ده بيعبر عن محتوى اليوم ده، سواء التاريخ كله او اليوم في الاسبوع او رقم الاسبوع او الشهر او الكوارتر او الير. طيب ليه احنا ك ك ك ك لايك ك داتا وير هاوس ديزاينر بيبقى عندنا الكونسبت بتاع الديت از كي؟ ان انا محتاج كي واحد، الكي ده اقدر اعبر بيه عن كل تفاصيل اليوم ده ويبقى موحد اكروس داتا بيس. يعني ما الاقيش واحد عامل لي فورماتس مختلف، ما الاقيش واحد عامل لي ديت مثلا ب ب ب مثلا عايز يوم في الاسبوع، ولاقي واحد حاسب مثلا ان اليوم ده سبت واليوم ده حاسبه حد. ليه؟ لان ممكن يبقى عندي بعض statistics بيزد على يوم الاسبوع. طيب فبالتالي دايما في اي داتابيز احفظ كده، داتابيز موديل لما تلاقي كونفيرم دايمنشن هو بيبقى ديت او سوري بيبقى كي، الكي ده ايدنتيكال اكروس البلاتفورم، بمعنى ان الاي دي ده لما الاقي مثلا الاي دي بتاع الديت ده مثلا موجود في تيبل فاكت اكس وتيبل فاكت واي، معناه ان الاثنين ليهم نفس المعنى، الاثنين ان الديت ده واحد اكروس الاثنين دول. طب ايه برضه مثال تاني؟ برودكت اي دي. طب تعالى نتخيل انا عندي برودكت انفورميشن، برودكت مثلا نفترض مثلا ان هو ايه؟ قد يكون كوبايه شاي. الكوبايه دي هي عباره عن ايه؟ برودكت. طب برودكت يبقى ليه اي دي، الاي دي ده بيعبر عن ايه؟ عن الكوبايه دي. طيب التيبل ده قد يكون جواه البرودكت ده از مثلا كوبايه لونها ابيض فيها شاي ليها مش عارف ايه، تفاصيل الكوبايه دي بتبقى موجوده على از برودكت. تمام، طيب ليه انا ما اقعدش مع ليه نعمل البرودكت انفورميشن او نعمل لوك اب بالبرودكت انفورميشن؟ حلو، تخيل انك انت عندك تو تيبلز، واحد ما عملش حاجه اسمها دايمنشن او كونفيرم دايمنشن. هتلاقي واحد كاتب لك مثلا في تيبل انا بعت النهارده 10 كوبايات بيض، ماشي؟ انت مش عارف هل هو الكوبايه اللي انا شريت لك عليها من شويه دي ولا كوبايه ثانيه، فبالتالي المنطق عندي اي دي بيعبر عن الكوبايه دي. طب الاي دي ده لما الاقي الاي دي اللي هو مثلا رقم واحد من برودكت مثلا من تيبل برودكت ده دايما هيبقى معبر عن نفس الكوبايه، تفاصيل الكوبايه دي موجوده في نفس التيبل. تمام، بالتالي انا عمري ما هلاقي فاكت برودكت اي دي واحد بيعبر عن حاجه ثانيه. طيب ليه انا بقى برضه من ضمن الحاجات الاقي الثبات ده؟ عشان ما يبقاش عندي واحد كتبها ابر كيس لور كيس، ماليش حد عامل البرودكت ده مختلف من هنا لهنا. طيب الحته هنا مهمه ان احنا ليه يبقى عندنا كونفيرم دايمنشن وهل هو ثابت ولا لا؟ قلنا ليه؟ عشان يبقى في كونسيستنت ويونيفيكيشن اكروس الداتا وير هاوس. طيب هل هو ثابت في كل الديزاين؟ لا. يعني على سبيل المثال
وده مثال شفناه قبل كده، وقلنا لازم واحنا بنتكلم في الكورس بتاعنا نحاول نماتش ديفرنت ديزاين، ان احنا بنتكلم على داتا ويير هاوس، فانا دايما بيبقى عندي الاي ديز دي بيبقى مربوطه، واحنا بنعمل ريبورتنج ليتر اون لما نشرح ريبورتنج هيبقى عندنا الاي دي ده مربوط في ريبورتنج، بتعمل اعمل اي ستاتستكس هقدر اجيب البرودكت انفورميشن تبقى از لوك بلاي. طب تخيل انك شغال على بيج داتا او حاجه ما بتدعمش النورماليزيشن او ان هي مش سريعه في الجوينز، بالتالي بنستخدم بيبقى عندنا اللوك اب ده موجود از لوك اب، بس غالبيا الفاكت ساعات بنحط فيها اللوك اب ده دي نورمالايز، يعني التفاصيل بتاعه البرودكت بنلاقيها موجوده في الفاكت ديتيلز. طيب احنا رحنا بسرعه للفاكت ده، خلصنا اول فاكت، اول سيمبل فاكت عندنا، ان شاء الله المره الجايه هنشرح تاني نوع فاكت. احنا بنحاول نعمل كل فاكت واحده في فيديو عشان يبقى سريع وتقدر تفهمه وما يحصلش اي لخبطه. دايما كيب معانا الترتيب بتاع الفاكس احنا شارحين بيه عشان هو ليه شويه منطق، يعني في ريليشن ما بينهم. اشوفكم بخير، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.